المحطة البرية لنقل المسافرين شهداء جبل الطارف العشرة بعاصمة الولاية أم البواقي تشهد نقلة نوعية في مجال تحسين الخدمة العمومية، حيث تشكل امتداداً للمحطات البرية الوطنية التي تعمل على تعزيز سبل أفاق تطوير القطاع. ولاية أم البواقي راهي تنعمت بهذه المحطة الواسعة هذه، يعني كنا في المحطة القديمة هذيك حنا كنا قدا في ميزيريا، ونعم على ولاية أم البواقي بهذه المحطة الجديدة بذلك الخدمات. حتى المدير نتاعها راهو قايم بينا، راهو كل واحد قايم بالواجب نتاعو. وفي غضون ذلك وقف السيد يوسف شرفة وزير النقل على الخدمات التي توفرها المحطة البرية خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية أم البواقي لمعاينة قطاعه. Il y a une convention qu'on va signer incessamment la semaine prochaine avec la BDL de doter l'ensemble des gares, que ce soit de gap, que ce soit d'agence ou de guichet avancé. Donc il n'y a pas de gap donc كاين بيرو بوست، كاين بيرو بوست، هادي سا بيرمي سا بيرمي لو بايمون افيك لا سي بي اي بلوس لا كارت ذهبيه، دونك سادري دو بايمون افو. ولايه ام البواقي من ولايه الهام على مستوى الشرق الجزائري كمنطقه محوريه كي تربط عده ولايات كمنطقه عبور ايضا. كان لاحظتم في الخرجه الميدانيه تاعنا تقريبا مسينا كل انماط النقل، كما راح ندعم المحطه الرئيسيه لنقل المسافرين بأم البواقي مع حافلات من القطاع العام وما تاع شركة نقل المسافرين للشرق الجزائري. ومن جانب آخر يشهد مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين عين البيضاء وولاية خنشلة تقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز.